في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجدد التزامه باسترجاع هيبة الدولة ورفض كل ممارسات تقاعس المسؤولين في أداء مهامهم، ممارسات تنعكس بالسلب على المواطن. وأن نجاوبك بصفة بسيطة، هو في برنامج أنا ملزم به، لأن التزمت به أمام المواطنات والمواطنين، ولازم يتطبق بكيفية ولا أخرى. المبررات تاع بعض التأخر أنا رافضها، لأن التجربة علمتني أن هذا الشيء مش صح، وذكرت أمثلة. رئيس الجمهورية وكعادته لا يفوت فرصة لقائه الإعلامي بالصحافة الوطنية إلا وطمأن المواطن، كما توعد بمحاربة من يتلاعب بقوت الجزائريين. هذا اللي يجي يحارب سياسيا بالقوت نتاع المواطن يخلصها غادي. ودرنا قانون اللي فيه ناس اللي داو المؤبد، نزيد نواصل فيها المنهج، ماشي درناها حملة وانتهت، لا، حماية المواطن هي الأساس وماهيش ديماغوجية، والتواجد نتاع الناس هذو كل من أجل المواطن. إجراءات مشددة للتعامل مع المضاربين وتجنب الندرة المناسباتية، سيما وشهر رمضان على الأبواب. لا شوف، بالنسبة للندرة، الندرة غير مقبولة. أولا لأن الإنتاج موجود، الإنتاج المحلي موجود، والإنتاج المستورد مسموح به. قلنا نتقشف في الاستيراد إلا فيما يخص الحاجية تاع المواطن، ما فيش تقشف. هذه صرحت بها مرارا وتكرارا. حماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حد للممارسات السابقة تصب في خانة أن المواطن خط أحمر، ويعتبر من أولى الأولويات في الجزائر الجديدة.